مساكم الله بالخير أعزائي المشاهدين، وتقبل طاعتكم وصيامكم بإذن الله. إن شاء الله اليوم فطوركم خفيف، وإن شاء الله حتى حلاكم اللي على السفرة يكون أخف إن شاء الله. يعطيكم العافية، اليوم حلقة وياكم جديدة من حلا منى، فيها طبعا الفقرات مثل ما أنتم شايفينها، فقرات الحلو بالإضافة معي الشيف عادل، بالإضافة إلى أن أحب أنوه أن ممكن نستقبل المشاريع الصغيرة، البنات الحلوين أو المشاريع اللي يحبون يسوون مثلا الكاب كيكس أو شيء في مجال الحلو أو في مجال الأكل يعني. فبالعكس قناة العدالة الاي تي في تستقبل كل هذه المواهب، واللي يحب يتواصل معنا ممكن يتواصل بالانستغرام. شنو استاذ محمد؟ انستغرام اي تي في مباشر. ويعطيكم العافية، نروح فاصل صغيرونه تعالي نرجع لكم. حبايبي رجعنا لكم من أول جديد. يا حلو أيام الزمن الجميل، الحلا مو بس اللي ناكله، لكن من الأشياء الجميلة اللي نشوفها للحين باقية بالذكرى. يلا استعدوا بالمعلومات والأسئلة اللي راح أقدمها لكم إن شاء الله. الحين في مقطع من ما أدري، يا مسلسل يا أغنية يا حسب ما أنتوا تشوفون، أبريت نبي شوية نختبر ذكائكم الحلو بعد الفطور، شاء تكونون مصحصحين أكثر. مخرجنا العزيز الحين يحط لنا اللقطة، تعال نرجع لكم مرة ثانية. يب معاك دفتر الطلاق ودفتر الزواج، عندي حالتين طلاق وحال الزواج. خلاص احنا وافقنا ان نعيش في البيت وتحت سقف واحد، وانا ما عندي مانع. من الأعمال الجميلة اللي أنتوا شفتوها الحين على الشاشة، هذه الأعمال ما تنسي. وأنا أذكر يعني يوم من الأيام في استديو تحديدا 500 بتلفزيون الكويت، أتذكر وقتها كان بناء ديكور هذا المسلسل، وحضرت تقريبا تصوير من هذا العمل. بالفعل ذكريات جميلة لا تنسى. ناخذ الحين اتصال معه، نقول ألو. ألو، أيوة حنكمل شوية. طبعا الأعمال هذه متميزين فيها طبعا الفنانة القديرة حياة الفهد، الفنانة القديرة سعاد عبد الله، وأيضا رحمة الله عليه الفنان القدير غانم الصالح، والفنانة القديرة رحمة الله عليها مريم الغضبان. شو اسم هذا العمل؟ أو ممكن تقولوا لي حتى منو مؤلف هذا العمل أو منو مخرج هذا العمل، واللي ذاكر يقول بأي سنة كان هذا العمل. فما أدري شنو محضري لنا، وما أدري حتى على الاتصال. ناخذ اتصال من بيبي، نقول ألو. ألو، مساء الخير منى. هلا حبيبتي، مساء النور، شلونك؟ والله بخير، شلونك أنت حبيبتي؟ الحمد لله، تقبل طاعتك منا ومنك حياتي. اسمك حلو، يحل أيامك. أحب اسمك وايد ترى. الله يسلمك حبيبتي. قولي لي شلون رمضان وياك؟ الحمد لله والله. غالبته ولا هو غالبك؟ لا غالبت، الحمد لله. الحمد لله، ما شاء الله الأجواء حلوة وجميلة وخفيفة. اي والله الحمد لله. الحمد لله، ربي يتمم علينا إن شاء الله. يا رب يا رب. حبيبتي شفتي هذا العمل اللي انعرض توه؟ اي والله شفته، بس ما ركزت عدل. ما ركزتي؟ ايش رايك مخرجنا ممكن بس لو نعيد مقطع ولا لا تسمح لنا؟ تسلم يا أستاذ محمد. شوفي المقطع ويانا يا بيبي ونرجع لك. أوكي تفضلي. احنا وافقنا ان نعيش في البيت وتحت سقف واحد. هلا يا حبيبتي بيبي، معي على الخط؟ ان شاء الله. ها شايتش تعطينا اسم العمل؟ والله مو هذا، ما ادري والله، ما في اختيارات ولا اختيارات، راح افضح كل شيء. رقية وسبيتشة، عادة ولكن، ولا خرج ولم يعد؟ رقية وسبيتشة. لا لا بيبي، لا 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 لا، خرج ولا شنو هو؟ قولي ساعديني منى. لا لا، خرج ولم يعد.
أم لا 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 والثانية الثالثة مو المشكلة أني أنا الحين ما راح أقدر أجاوبك، بس شنو عن خاطرك راح أفوزك بكابون مقدم من سابلي يا حبيبتي. المهم بس ما تكونين زعلانة. نقول ألو مع اتصال جديد يا آية. والله آية من الجمال يا آية من الجمال، هلا فيك، عليكم السلام. تسلمين مبارك عيد الشهر. أي نوع ليش ما يغنون على اسمك أغنية حلوة؟ أنت حلوة أنت حلوة والله آية من الجمال، صح؟ حين أنا أغني لك على الهواء. حيقوي حبيبتي. كم عمرك يا آية؟ 16. يا تقدرين تقولي لي العمل اللي شفتيه شو اسمه؟ ها؟ قولي خيارات. نقول خيارات، خرج ولم يعد، عاد ولكن، ولا رقي وسبيكة. عاد ولكن. حلا منى وانتي صح حبيبتي. ألف مبروك لك، فزتي معنا بكابون مقدم من عيادة الميدان، وهذا الميدان يحميدان. ونقول ألو. ألو. يا هلا. يعطيك العافية. ما يعافيك أمل. مبارك عيد الشهر. عينا عليك تبارك، شلونك يا أمل؟ الحمد لله طيبة. بشريني شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله وايد حلو. الحمد لله. كم عمرك شمل؟ 25. يلا حلو، يعني عشان اقدر اعرف شنو ممكن انا اسالك. حبيبتي بالنسبه حق العمل اللي شفتيه. نعم اكيد، يعني الفنانين والكبار يعني بارزين يعني بحضورهم. نعم استاذ القدير. نعم مريم الغضبان. نعم. غانم الصالح. نعم. وهو اسمه عاد ولكن، وانتاج سنه 1983. يا حلوك يا حلوك، شو اسوي؟ اعطيك كل الجوائز، اعطيك كل شيء. حبيبتي الف مبروك لك يا عمري. تسلمين، فايزه ويانا بكابون مقدم من سابلي حلا منى. زين الحين منو معانا؟ انتصار يا انتصار. الو هلا منى. يا هلا، انت بصحه وسلامه. علينا وعليك تبارك، شلونك حبيبتي؟ والله الحمد لله الله يسلمك. كم عمرك؟ كم تخمين من صوتي؟ شوف عشان لازم اعرف اخمن، لانه ما يصير ابو 10 سنين اساله سؤال ابو 50 سنه. الله وناسه 10 سنين. انا 45 سنه. وي العمر كله بالله. على فكره ترى هذا احلى عمر. ها اي احلى عمر. اي ما لك شغل يقولك ترى كبرنا ما كبرنا. لا قمة الشباب. احنا بروحنا نجيب الشقة والهم على روحنا. اي والله صح. صح ولا لا؟ بالعكس استمتعي بعمرك، عمرك وايد حلو يا يعني عمرك، عمرك عيب النبي ان شاء الله. حبيبتي تسلمين ما قصرتي. شفتي العمل اللي توه صح؟ شفته. زين عارفه الجواب صح؟ اي شنو؟ عاده ولكن. عاده ولكن. انزين انا سؤالي لك غير الفنان. نعم. انا سؤالي لك غير. تفضلي. الفنانه القديره حياة الفهد، شنو اسم العمل اللي مقدمته لنا هالسنة برمضان؟ حدود الشر. وانتي صح، يعطيك العافية، فزتي معنا بكابون مقدم من عيالة الميدان. بالفعل عمل حدود الشر من الأعمال الجميلة اللي أنا شفتها مع سيدة الشاشة الخليجية أم سوزان. أم سوزان من الناس اللي أنا عملت وياها واشتغلت وياها، كان لها الفضل بعد رب العالمين، ثم هي في برازيل في المجال الفني. يعطيها الصحة والعافية وكل اللي بالعمل مجهودهم، يعني الله يعطيهم العافية فيه، موفقين على هالعمل الجميل. نقول ألو يا أنوار. هلا فيك. هلا يا حلوة، شلونك؟ تمام، شخبارك؟ الحمد لله. شلون رمضان وياك يا أنوار؟ والله تمام. أنوار هلا، كم عمرك عشان أعرف شو أسألك؟ سؤال محرج. لا ما حد رح يدري من أنت، ما حد شافك، قصي علي على الأقل. 20. لا أكثر ولا أقل صراحة. أنت تحسين كم؟ أنا مو أنا أحب. عشان أعرف شو أقولك. المهم ما عليه، مدام 20 يلا العمر قلتش إن شاء الله. أنوار
شو اسم العمل اللي قاعد يقدمه لنا الآن الفنان القدير داوود حسين؟ ما في خيارات هالسنة. شنو العمل التلفزيوني اللي مقدمه لنا الفنان القدير داوود حسين؟ عبرة شارع. والله أنا ما تابع مسلسلات. عبرة شارع ولا موضي قطعة من ذهب؟ موضي قطعة من ذهب. وانتي أحلى ذهب وصح. أيوة يا أستاذ محمد عز، ناخذ لنا فاصل صغير ونرجع. أربحها من عيارة الميدان يا حميدان. أيوة فاصل صغير ونرجع لكم. طبعا استقبلت قبل شوي أنوار وجاوبت الجواب الصح، الحين ناخذ اتصال. سميتي السمية. اي السمية زين. الحين منو عندنا على الخط؟ السمية معانا. ايوه يا السمية يا منى. هلا والله. هلا يا منمن. اهلين. هلا حبيبتي. يعني اليوم منمن قبل الفطور، منمن بعد الفطور. ايش هالحظ الحلو. اي والله شفتي احنا كلنا امنيات، فسمنا يعني بروحه معنى. يعني شنو المعنى؟ عشان افوزك. معنى الامنيات، معنى السعاده. يا الله يا كريم، لكل منى يكون في قلبها السعاده ولكل الناس. اجمعين ان شاء الله يا رب. حبيبتي شو اخبارك؟ تقبل الله طاعتك وصيامك. منك حبيبتي. سمية انا ما راح اصعب عليك شيء، وانا راح افوزك اصلا يعني بعد قلبي باذن الله يعني. بس هذا العشان فيه حبيبتي. قولي لي تشوفين اعمال رمضان؟ والله الأمانة ما تابعت مسلسلات. نعم. في برنامج بس تابعته إماراتي. نعم. اطمئن قلبي. اطمئن قلبي بالعكس من البرامج الحلوة اللي أنا هم بعد بين فترة وفترة بالفعل أتابع يعني. بس هذا البرنامج اللي تابعته إن شاء الله. وحين برنامجنا هم متابعينه صح؟ وبرنامج طبعا هذا ما يحتاج، هذا نمبر 1 حبيبتي. بعد العائلة عمري. والله يا حبيبتي لازم نحط ننطر منى. حبيبتي سلمي على العائلة الكريمة، وأسأل الله يحفظكم إن شاء الله من كل شر ويوفقكم. منى أنا بسألك السؤال، يعني مو شرط إن عمل رمضان، في عمل كوميدي جمعني مع الفنان القدير أسمر اللون طارق العلي، شنو؟ كوميدي كان كان ما كان برمضان، كان في وقت عادي يعني، يعني تراثي، كان تقريبا 3 أجزاء معاي نورة العميري، معاي سلطان الفري، مبارك المانع. اي انا عرفته بس ال 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 البلسة. ايوه انت صح حبيبتي. مشكورة يا سمية حبيبتي، مبروك فايزة ويانا بكابون مقدم من سابلي. كل جذوق يا حبيبتي، وتحياتي للعائلة. ها ناخذ اتصال. شو اسمها؟ يا حلوش يا جنة. يا جنة يا عمري. شاش يا جنة. حياتي ان شاء الله تكونين من اهل الجنة يا رب. يا بعد قلبي وياك ان شاء الله. شو اخبارك حبيبتي؟ تقبل طاعتك وصيامك. منى ومنى صالح الاعمال حبيبتي. شلون رمضان وياك؟ والله الحمد لله تمام. شنو وقتكم برمضان؟ شو تسوون؟ وين تروحون؟ والله زوارات يعني غبقات تدري بعد. الحلو تسوونه دائما طبعا صح ولا لا؟ اي جيمات صبر قفته يعني سوالف حلا البارد. انت تطبخين ولا بس الوالده؟ لا اساعد. تساعدين؟ اي يعني ما تسوي الجيمات مثلي، تسوينا خرايط. ها؟ واساعد يعني. حبيبتي يعطيك العافيه. ما دام تساعدين حبيبتي انا فوزتك بكابون مقدم من الميدان، تستاهلين كل خير حبيبتي. حيا الله حبايبنا انو حياكم معاي اكلك وضيوفي وياي شعبي خليجي. ومعاي الحين الشيف العزيز الشيف عادل ولد ام رامي الغاليه. حياك الله. حياك الله. كيف حالك؟ كيف تكون؟
شو عامل؟ الله يسلمك. الحمد لله حياك الله. شنو هالالوان الحلوه هذه الزاهيه اليوم؟ عاملين تشكيله هيك حلوه. لا قبل ما تقول التشكيله ان شاء الله ايامك كلها حلا. الله يحفظك يا رب. ابي تكتب لنا درس اليوم. ما شنو؟ ملفيه. ملفيه عبالي بتكتب ماربية. اليوم عندنا تشكيلة مالفيه. زين. عندنا أربع أنواع بنقدمهم بسابلة. عندنا مالفيه الفانيليا، مالفيه الورد، المانجو، البستاشو. أوكي. طبعاً بشكل جديد، بنكهات جديدة. في عندنا الفانيليا هاد. زين. وفي عندنا هاد الورد اللي هو تقريباً بنكهة الاستروبري. في عنا هذا بنكهة المانجو معطينه تاتش الكنافة اللي فوق. زين. وفي عنا هذا ملفيه البستاشو. بس بصراحة هذه أتوقع من الأشياء الجديدة اللي أنتوا بالضبط مسوينها بالضبط. في سابلي. بالضبط. صح؟ هذا جديدنا في رمضان كمان من الأصناف الغربية اللي موجودة. طيب أنا قاعد أشوف إنه خفيف، يعني ما أعتقد إنه ثقيل. لا 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 خفيف جدا، معروف الملفيه، عجينة الملفيه خفيف كتير. طيب شنو ممكن يتكون هذا العجين؟ عجينة الملفيه عجينة عالمية معروفة متواجدة في أي مكان. ربات البيوت صعب إنهم يذهبوها عندهم في البيت، فيفضل أنها تشتريها جاهزة. إيه. الصوصات اللي موجودة والكريمة اللي موجودة في قلب الملفيه نفسه هذا سهل جدا، يعني هذا ممكن يعملوه من الكريمة الخفق بنكهات كذا يحشوه. وعملية التزيين اللي فوق هاي الكريمة سهلة. تبتسم. انت مع الحلا، انت مع حلمونة. ابتسم. اليوم اكيد مثقل على كل وجه يعني شوي. شو ماكل اليوم؟ منزلت باذنجان اليوم. لا جد كذي انت اليوم صامد. لا هذه ام عبد العزيز تقول لك اضحك. حاضر. لان يحبون يشوفون ابتسامتك. تسلم يا رب. اي والله. سلمك. زين. فهو مكون سهل مش صعب، يعني هو الصعوبه فيه في العجينه تبعته ولكن متوفره. شنو الصعوبه؟ شوف ابيك تقول الصعوبة على العجينة مع ابتسامة. حاضر. عجينة الملفيه عجينة شوي بدها تكنيك عالي، بدها ماكينات. هي عبارة عن تقريبا 30 طبقة عجين، كل طبقة بينها وبين الثانية زبدة. تندهن زبدة وتنفرد، تندهن زبدة وتنفرد. اي هذه شوي فيها صعوبة. فالتكنيك صعب جدا في البيت وبدها مساحة كبيرة يعني. فأوريدي هي عجينة الملفيه متوفرة. أوكي. متوفرة بالجمعيات بالأسواق موجودة، ممكن يأخذوها طبعا. شنو أصل الحلا هذا؟ هذا الحلو فرنسي طبعا، هو أغلب حلويات الغربية المنشأ فرنسا. أنا ودي أعرف وبسأل سؤال حق عبد العزيز وراح تجاوبني الحين بالواتساب عشان أنا أسأل الشيف. شنو أهم الحلا اللي فيه حلا الأسباني؟ يلا يلا جاوبيني عشان أنا أسأل الحين يلا. زين وبعدين؟ هو هذا مكونه الأساسي يعني. وطبعا بس ترى هو نسبة الحلا اللي فيه أو السكر اللي فيه وايد بسيط صح؟ طبعا، لأنه أنت بتاخذي السكر من الكريمة والحشوة اللي هي تقريبا قريبة من الكاستر، بس هو مش كاستر يعني، هو بيدخل فيها نوع من أنواع الجبن، نوع من أنواع الآيس كريم، تكون باردة يعني بتكون خفيفة. ولكن نسبة السكر مش عالية كتير، لأنه عجينة الملفيه عجينة صحية معروفة طبعاً، فيها نسبة ملح كمان. صح. يعني فمش يعني حتى عجينة الملفيه ممكن تستخدم في الفود يعني كأكل. صدق؟ يعني طبعاً. شلون؟ لأنه عجينة فيها نسبة ملح يعني، فمش يعني أنت فيكي تحدديها بمزاجك، أنت ممكن تعمليها سويت، ممكن تعمليها فود أكل. هاي المدام كذي عيل لازم تشوف لي الفود شنو. طبعا حاضر يعني. مصيبة اذا انا ما اعرف شنو بالفود الحين. حندخل الى قدام. انزين ناخذ اتصال الحين. ها؟ منو؟ عبد الله الطرارو. يا عبد الله يا الجميل مساك الله بالخير. الله بالنور. يا هلا والله، كل عام وانتم بخير. وانت بصحة وسلامة يا. بارك عليكم الشهر. علينا وعليك. تبارك يا أحمد زكي الكويت. والله هذه كبيرة وايد، أحمد زكي الكويت، بس شهادة وسام فخر راح تحس فيه، كلمة حلوة منك. حبيبي فنان الجميل عبد الله الطرارو. يا حبيبتي والله، عساك من عواد إن شاء الله. شلون الأهل؟
الحمد لله طيبين كلهم مستمتعين بشوفتك حبيب قلبي التلفزيون منوره كل سنه ما شاء الله الله تسلم. يحفظك تسلم يا اخوي ويعيد عليك ان شاء الله كل خير وصحه وعافيه انت وجميع الاهل اللهم امين وياك ان شاء الله فعلا انا مستانسه اني قاعده اكلمك للامانه يعني يا حبيبتي والله ابي 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 اعرف انا شنو هالابداع اللي انت يعني عمل عن عمل ما شاء الله تبارك الرحمن قاعد تبدع فيه الحمد لله والشكر يعني ابيك تكلمني على امنيات والله امنيات بعيده يعني عمل تاليف الاستاذه منى الشمري الكاتبه المبدعه مبدعه جميله نعم والمخرج الاستاذ الكبير البحرين الاستاذ محمد القفار هذا شيخ المخرجين حلوه اي والله وملكة الشاشة يعني الأستاذة رضا حسين يا حلوها يا حلوها أم حسين الأسطورة في مسرح الطفل والمبدعة دائما في الدراما شوف عشان لا حد يزعل مني يعني أنا قلت عن محمد القفاص يعني الجميل الراقي يعني شيخ المخرجين بلا شك إن بالكويت عندنا يعني ناس كبيرة وأسامي كبيرة طبعاً. يعني كل واحد يعني مثل الأستاذ محمد دحام عندك مناف العبدال عندك منو بعد عبد الله تذكرني في الكويت والله عندنا من الشباب المخرج عيسى ذياب عيسى ذياب جميل عيسى متألق في مسلسلات جديده ورؤيه مختلفه انا قاعده اشوفك ترى قعدت لك انا قعدت لك يا عبد الله يا حبيبي بس ابي شنو الفرق بين دورك هني وهناك او ابي شنو يعني ابي 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 توصف لي شعورك او شنو اللي انت حاب تقول اتمنى يعني اسمع ابي اسمعك اقول الشيء اللي يعني اللي وايد مفرحني الحمد لله الحمد لله غير ان الكاست قلت لك اسامي كبيره الله سبحانه ممثلين ونجوم مخرج مهم كاتبه روائيه محترفه طبعا لوكيشنات شركه انتاج وفرت لوكيشنات و ويعني اكسسوارات وامور ديكورات للعمل. الشيء الثاني الاختلاف في العرض في السنه اللي طافت كان في عبر الشارع. نعم. يمكن شوي دور الغالي دكتور حمد الرومي. اي الدكتور حمد الرومي نوجه له تحيه. هالسنه هذه شوي يختلف الشر يمكن في شويه العنجهي المتسلط اللي عنده سلطه يتحكم بالناس. نعم زائد الفنان الحبيب جمال الرتان حبيبي يا حلوه استاذ احمد يا حلوه اللي جيت معاه في عبر الشارع السنه اللي طافت وكانت مشاهدنا كلها بكي بكي يعني كنا بس اطالع عيونه والله ادمع يعني احساس جميل يعني كنا ناخذ الاحساس منه اي بالضبط اي والله استاذ جمال حسنا هذا الفرق ان انا اشكسي عليه شوي زين في المشاهد انا بالنسبه لي شوفك قاسي قلب صاير ايش فيك لا بس كذي تمثيل والله ادري انت مو كذي طلع السوالف هذه بتمثيل بصدق الواحد ما يقدر يعرفه بالنسبه لي انا يعني اكيد عبد الله الاختلاف هني الطيبه في السنه اللي طافت مع الاستاذ جمال رتان والحين القسوه فاعتقد ان المشاهد بحاجه للممثل انه يتغير سنه عن سنه علشان لا يمل المشاهد انزين نشوف فلان بنفس الادوار كل سنه عبد الله شنو طموحك او وين باذن الله بتوصل او حاط في بالك انك توصل والله في المجال الفني يعني نعم والله ودنا المجال الفني نكون الكويت يعني ان شاء الله باذن الله دائما سباقه يعني طبعا لكن ودنا نكون في السينما العالميه يعني اي وبارك لك بعد على الفيلم السينمائي اللي سويته الله يبارك حبيب قلبي بالعكس بالتوفيق وانت دعيتني عليه ولكن كنت برا الكويت وما صار مجال الله يعطيك العافيه عبد الله انا يتلخبط عند الكلام دائما دائما مساندتنا ودائما تدعمين والله مو مجامله صدق منى يعني انت من بعد الله سبحانه وتعالى وكثير من الفنانين اللي تفضلوا في وقفتك معاي مساعد قولي ايش هالابداع اللي يصير كل سنه والله على طرف لساني بس اخاف المشاهد او المستمع يقول مجامله هذا سنين نتعلم منك نتعلم من الاستاذه هدى حسين الاستاذه حياه السهد ناخذ الشيء الزين منكم تعلمت منكم الالتزام الحرص على
ان انا احترم المشاهد، اذا جيت بقدم اي شيء لازم اعمل حساب ان المشاهد اللي قاعد طالع هذا بيت، اللي بشوف اهلي اخواني عيال اختي. فالحرص هذا تعلمته منكم انت يا استاذ حياة فهد من الدايه. اي والله، وهذا الشيء لازم ينذكر يعني ما ينسي. عبد الله يعني انت ما يحتاج، انت اخوي الصغير يا حبيبي، وانت جميل. انا مهما اقول عنك والله يعني ما يعني مو عارفه شنو اقول، تستاهل اكثر من هالكلام. وانا اتمنى يعني اللي مثلك وشرواك بالمجال الفني انه بالفعل يلتزم بهذا الحس الجميل مثلك، مثل اخلاقك الحلوه. يعني بصراحه في وايد فنانين زملاء لك، مثل حسين المهدي القفاص، عبد المحسن القفاص، ومجموعه كبيره. يعني الامانه يعني انتم امثله جميله تشرف الكويت وخارج الكويت. والله يا عبد الله الحمد لله حبيبي، ابي اقول لك الف الف مبروك لك على نجاحك مقدما. وباذن الله وراح انتظر جديدك، وانت انسان جميل. وجودك ان شاء الله معاك ان شاء الله. وانا استانست ان يعني انك انت يعني خليتني اكلمك في هذا البرنامج. انا ما جامل على فكره، يعني احنا مو قاعدين يعني نحامل بعض ولا قاعدين، بالعكس هذا الكلام طالع من القلب للقلب. لازم الناس تعرف ان احنا عندنا علاقات طيبه، علاقات حلوه، علاقاتنا مو بس فنيه حتى اسريه يعني. وهذا الشغله يعني موجوده اصلا في المجال الفني. المجال الفني ترى مو كله شين، كل مكان فيه الزين وفيه الشين، ولكن انت من الناس اللي لك طابع مميز وجميل وانا اتشرف فيه. شكرا يا عبد الله وما قصرت، وعسى الله يحفظك ان شاء الله. فاصل صغير ونرجع. ها اتصال منه؟ مين خالد؟ خالد العجيرب. خالد العجيرب. خالد مساك الله بالخير يا خالد. يا خالد الو الو، اعتقد في ضغط اتصال عندك استاذ محمد، صح؟ نرجع على فاصل ولا على شيف ولا على شنو؟ نقول خالد كمان مره، خالد العجيب الجميل. هلا بالشيخ منى. هلا 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 اختي، شلونك؟ كل عام وانت بخير يا الغالي. وانت بخير وصحه وسلامه وتقبل الله طاعتك. منه ومنك صالح الاعمال، شلون الاهل العيال كلهم بخير؟ بخير يسلمك يطول لي عمرك. بالمناسبه الجميله هذه طبعا طبعا احب اهني ابونا صاحب الانسانيه الشيخ صباح الاحمد، صلى الله يحفظه، والشعب الجميل والحكومه. حبيب قلبي عسى الله، الله يحفظنا ان شاء الله ويحفظكم يا رب. حبيب قلبي وياك. يا خالد انت ايش اخبارك؟ شنو هالابداع اللي قاعد اشوفه برمضان وياك؟ يطول لي عمرك، الله يطول. هذا اقل من ما عندكم مثل ما يقولون يا حبيبتي. عندك افيهات خاشها ولا اخذها من العنان شوي ولا شنو بالضبط؟ والله منى عندي الحين اللي عندي اطفال بس. اذا عندك افيهات اطفال يلا مدني، لان انا عندي مسرحيه اطفال. اطفال شنو حركي ولا تبي تفيه؟ لا انا بس لا انا مسرحيتي باذن الله هالسنه مسرحيه سحيلة من الخلاجين. سحيلة من الخلاجين؟ اي اي نبي افيهات. موجودة فعلي تامرين امر بس. انت تعطيني الطول والمغاز تحت امرك. قل لي على ابداعك يا خالد ومشاركتك هالسنة. يسلمك، انا هالسنة طال عمرك في ام بي سي في مسلسل هايبر لو مع حبيب الحبيب واسعد الزهراني. شفت المقطع اللي انت ويا حبيب وفيصل بغازي مثل فيصل بغازي ومنى شو اسمها، لا مو منى، انت منى هي سعدي وميز قمر، يعني مجموعه جميله كانت معنا. شفت مشهد الشيف يا خالد فطسني من الضحك. اي والله يعني مقدم شيء حلو انت وحبيب الحبيب والمجموعه الحلوه في الامبيسي. يعطيك العافيه حبيب قلبي، وان شاء الله مشاركتك في رمضان في المسرح شنو ان شاء الله؟ المسرح ان شاء الله عندي مسرحيه اسمها روحه بلا رده. هو
ايش فينا سحيل ام الخلاجين؟ روحها ولا ردش، هالمسرحيات كلها دعاوى. انزين هذه وين من معاه ان شاء الله؟ هذه ان شاء الله انتاج مشترك بيني وبين اخوي الكبير الغدير عبد الرحمن العقل. والنعم والله. الله ينب حالك. ومعانا الجميل شاب حاجيه. الله. إيه لا تكذب لا تكذب لا تكذب في برنامجه. زين زين. ومعاي من مملكه البحرين ريم رحمه. الله. اي والله. ومعاي رانيا شهاب وفرحان العلي عبد الله الفريح، مجموعه جميله، اخراج عبد العزيز صفر. وان شاء الله وين بتكونون؟ على اي صاله؟ والله المفروض احنا في الدعيه، بس جانا عرض حلو وان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه ان شاء الله بالعيد في الدمام. حلو. بعيد الفطر بالدمام. العيد الفطر ان شاء الله كله في حلو الدمام. حلو. عسى الله يوفقكم ان شاء الله ويسهل عليك، واشوفك دائما من ابداع لابداع. شنو حاب تقول لنا؟ اقول لكم تقبل الله طاعتكم، مشكورين على الاستضافه الجميله. تسلم. وانتي دائما مميزه يا منى والله العظيم. مشكور يا اخوي الغالي. تسلم يا حبيب قلبي. طول عمرك وموفق يا حبيبي. الله الله بالفيهات. حاضرين. ها احنا رزقتنا على الفيهات. اي والله تمشي بالجنطه وتروح فيها بالمطار، دير بالك. هذه جنطه الفيهات خلها وياك بالشحن. تامرين. لا تخليها بالشحن، خليها معك بالطياره لين توصل الدمام. بالطياره حق قلبي. والله انا عندي فيك مال كبار. ايه امس تعبت فيه ولدي وتعور. لا لا لا. يا رب يا خلص من احمد العونار هذا العجيرب قدامي. انتوا ثنائي حلو وتجننون بعد والله يا حبيبي. حبيبي اللي روعه وسامله وجميله والله يا منى. الله يوفقك يا حبيبي. شكرا لك كلك ذوق. شكرا. تسلم. 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 الله يخليك يا ربي. تسلم. طبعا هذه مكالمة جميلة من أخوي خالد العجيرب. بالفعل أنا أحب هني وأرحب بكل الفنانين اللي هم مشاركات بالأعمال الرمضانية وأيضا بأعمال المسرحية اللي تعرض حتى خارج الكويت في المملكة العربية السعودية. بالفعل افتحوا مجال كبير وجميل للمسرح، بيكون مشاركة المرأة والرجل بنفس الوقت. بالتوفيق للجميع وعسى الله يوفقكم إن شاء الله. فاصل صغيرونه نرجع. ها يمين يسار فاصل. حلمنا. ورجعنا أعزائي المشاهدين ويا حلمنا وياي الشيف. اليوم ما أدري إيش فيه اليوم، مفقل بالأكل. ها ناخذ اتصال، خلي الشيف اليوم هو اللي يسأل، هو اللي يسأل. ألو نقول ألو. هلا حبيبتي، عليكم السلام. عهد؟ اي عهد معك. شلونك يا عهد؟ الحمد لله بخير. احب اشكرك انت وشيف عادل، هالسنه ابدعتوا حيل. حبيبتي مشكوره. ان شاء الله البرنامج يعني حاز على رضاك. اي حيل، برنامج ناجح وقناه ناجحه. ما قصرتوا، بالعكس احنا نحب نقدم لكم شيء خفيف ظريف لطيف. الهدف ايضا وجودنا وياكم على الشاشه. وشكرا لاي تي في صراحه ما قصروا. بخلي الشيف عادل يسالك من الحلا الشرقي، ايش رايك؟ الغربي الغربي. تفضل على راحتك بس مساعدتكم. يلا لا لا خلني اسالك اي مدام مساعده، خلني اسالك من الحلا الشرقي. لحظه شوي لحظه. يلا هذه اول وحده. اول وحده. ايوه. حلوى العصمليه من اصول العصمليه تركيه. يا بنتي فايزة ويانا بكبون مقدم من مين المفروض تساعدنا؟ من سابلي. يلا يا الشيف شنو عندك الغالي؟ إذا تبين أنا أسألك؟ أسأليني. زين حلوة كويتية ملفوفة ومغطاة بالدارسين، شنو هي؟ درابيل. أحلف. إيه. أنت شفت السؤال؟ والله ما شفته. زين شنو راح تقدم لنا باكر؟ بكره ان شاء الله، يعني اليوم غربي، احنا يوم غربي ويوم شرقي. ايه. فبكره ان شاء الله باذن الله حنقدم القرص عقيل. بس بشكل هيك جديد وحلو يعني. صدق؟ ايه. بس انا همشي عندي الطبق شلون صاير عاد؟ فخم. فخم؟ سابليه. طبعا سابليه كل الفخامة عندهم. شنو تعطينا استاذ محمد اتصال؟ ولا؟
لا خلصنا مكوناتها، احنا عرفنا مكوناتها، والمكونات انا الحين بعد البرنامج بروح اشتريها من الجمعيه. لا المكونات مش صعبه يعني. مش صعبه، المكونات سريعا لان يبون يسمعون المكونات. المكونات عجينه الملفيه المكون الاساسي تبعها اللي احنا شايفينه على الاطراف. هذا هو عجين الملفيه. هذا هو، لحظه شوي، هذا هو عجين الملفيه. خلينا نوريهم اياه شوي. استاذ احمد الحافظ شوف، حافظ الله. طبعا الطبقات اللي موجوده هون هاي طبقات كريمه وكاستر طبعا، والنكهه حسب الرغبه، فيكي تعمليها مانجو، فيكي تعمليها ستروبري، فيكي تعمليها بيستاشيو، زي ما انت بدك. الاصنصات اوريدي متوفره وموجوده. الطبقه اللي فوق هاي طبقه الفانيليا اللي بيميزها على اساس انه تكون مالفي الفانيليا. في عندنا طبعا هذا الستروبري مع الورد. حلو. أنا غرامي هذا اللون واللون الأخضر بالضبط. حتى المانجو كتير طيبة. شوف أنا عرباوية، خلص عرباوية. هذه متوفرة برمضان بسابلية يوميا؟ طبعا. وغير رمضان؟ غير رمضان المالفي اوريدي موجود يعني. هي والبسبوسة من الأشياء الأساسية. الأصناف الغربية بشكل عام متواجدة طول السنة يعني على طول. المالفي في أنواع وايد ولا بس؟ طبعا في أنواع يعني، بس إحنا في رمضان هذول أصناف خاصة برمضان. في بالشوكليت؟ طبعا. ايوه يكون هذا براون صح؟ بالضبط، يعني فيكي تعملي بس احسه اطيب الابيض الفانيلا. هو اخف يعني. الشوكليت مع الاصنصات الموجوده حتكون شوية ثقيله، ولكن هذا اخف يعني. والله الصراحه شيء لذيذ. بس بسالك سؤال، انت قد تساوي العرباوي؟ والله انا قد تساوي. انا عرباويه؟ انا خليني مع القادسيه. لا حبيبي، انا خليني ويا العرباويه وانا راح افوز. وين يا استاذ محمد؟ تبي بالثلاجه؟ ان شاء الله. انزين، انا عرباويه واحب القادسيه واحب وهم كويتاويه بنفس الوقت. احب بس الجميع يعني، بس ما عليه، خلوني مع العربي، خلوني مع العربي بصراحه. خلاص انا مسكت الكبيره يعني، الكبيره عشان القادسيه يعني. ان شاء الله يا رب الفوز يعني، فوزهم ان شاء الله باذن الله. هي نعم حلو. عيال مدام كذي باكر راح تورينا شيء حلو بالقرص العقيلي. بكره قرص العقيلي فاجئني بطبق كذي ما ادري عنه. حاضر. كذي ما ادري. ابشري. حاضر. حلو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. اعزائي المشاهدين، وصلنا معاكم الحين نهايه الحلقه، وان شاء الله نرجع لكم باكر اكيد. شكرا اللي مزهلقيني واللي مزينيني دائما صالون المنزل. مشكورين وايد. تسلم ايديهم. وشكرا لمنى ميك اب مجوهرات العلوي مملكه البحرين. وايضا 77 كوليكشن حنان الحزازي. شكرا منى شداد، تحياتي. حيا الله حبايب منى، هلو حياكم معاي، اكلك وضيوفي وياي، شعبي خليجي ايطالي وهندي كل حلال. اسئله سهله ترى، والحلا انتو سكره، الكل رابح معاي، يا هلا ومسهلا. اسئله سهله ترى، والحلا ندوس الكرام، الكل رابح معاي.